سلام الغاليات، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. ام يساء تحييكم من مطبخها. اليوم جيتكم بوصفه تاع قلوب الكريستال. هذا الوصفه دي سابلي بريستيج تاع 2021. هنايا بحشوه تاع الفراوله. هنايا مقاديرها سهله وبسيطه. دروك نروحوا للمقادير. عندي هنا 125 غرام تاع دهن، عندي حبه بيض كامله، نص كاس سكر غلاس، نص كاس مايزينا، درت هنا لافاني اللي يبغي يدير ليكستري دو فريز يديره، انا فضلت ندير الفانيليا، وقرصه الملح بالطبع. وعندي هنايا كاس تاع لاتاي تاع زيت. نخلط هنا المقادير مليح 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 حتى تندمج كاع فيما بعضها. ومن بعد البنات عاد شوفوا هنا نخلط بالاصابع مليح، ومن تولي لي هنا نتحصل على كريمه عاد نلم بالفارينه وندير نصف باكيت تاع خميره تاع الحلويات. شوفوا هنايا رديتها على شكل كريمه، ودروك نزيد نقعد نلم فيها بالفارينه. هنا المكونات اللي قلهم يندمجوا مع بعضهم باش نتحصلوا على عجين لين، ويعني والعجينه تاع الصابلي ما تغبلناش. وكما قلت لكم دائما عجينه الصابلي ما نعجنوهاش، نلموها غير بالاصابع. شوفوا هنا راني نلم فيها غير بالاصابع حتى نتحصلوا على عجينه طريه، ما نقصحوها ما نخلوها جاريه بزاف. دائما كما عودتكم البلاستيك هذا تاع نخدم به لي صابلي كاع. دروك شنو ندير؟ نبرد العجينه. انا هنا على درت 125 غرام على خاطرش ما غاديش ندير حبه فوق حبه. هنايا العجينه غادي ندير غادي ليبيسور تاعها يعني السمك تاعها غادي نديره شويه غليظ، غير شويه ماشي بزاف. دوك تشوفوه ها هو سي بون، نوريكم فيه على خاطرش مع تزيد تخمر نتحصل على الشكل اللي راني باغيه تاعه. ما رانيش غادي ندير حبه فوق حبه باش نرققها، غادي نخدم غير بحبه واحده باش نلصق هذوك القلوب تاع الكريستال معاه. هنا نطبع كاع الكميه ونطيبها على فرن 170-180 درجه حتى تدي اللون الذهبي. ونروح نخدم الشوكولا تاعي البيضاء اللي صبغتها بالالوان، يعني كي راني دايرت لكم فيديو مفصل كيفاش نصبغوا الشوكولا يعني بلي برودوي هذو الرخيصه، خاطرش هي عندها سبيسيال تاعها مي غالي. هنايا اش ديروا؟ لاستيس تاعها هي نديروا مغرف كبيره تاع زيت في الشوكولا، ومن بعد نديروا ليكستري نحركوا مليح، هي تبان لكم باللي فزدت لكم تكلي تجمد شويه. تقعدوا تزيدوا في الزيت وفي اللون غير بشويه حتى تتحصلوا على القوام اللي رانا باغيينه. هنايا اول حاجه درتها درت ديجا الطبقه الاولى تاع الشوكولا هنايا، ونزيد هنا ندهن ندير الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كي تكون الطبقه الاولى جامده نشوفوا وين كاين الفراغ وكاع، نزيد ندهن بالشوكولا تاعي هنايا باش لاكوش تاع الشوكولا يعني الطبقه تاع الشوكولا تكون غليظه من نديمولوها ما تتكسرش معانا، يعني هذا الغرض باش نديروا لها ثلاث طبقات. هنايا نديروا كاع لي كوتي وكاع، ومن نقلعوهم ونديروهم في الكونجيلاتور. كي نقلعوهم من الكونجيلاتور البنات غير نديمولوهم بالخف ينقلعوا معنا من المول. سي بون هنا شوفوا تشوفوا فيا هذه الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه كي تجمد هذه نديرها، ومن بعد نقلعهم من الليمول ونديروه ندير لهم اللماع. ها هما بعد ما جمدوا صاي سي بون كملت لا ثوازيام كوش. هنايا نديمو ليهم فاسيلمون، شوفوا كي راهم ينقلعوا معايا غير باش ما نقردوش المول، يعني غير هكا حاجه خفيفه ندرك على المول هما يهودوا وحدهم. دروك نقبض الملمع الذهبي. هنايا عندي الفضي عفوا، هذا ملمع فضي. انا الملمع البنات اللي تسالوا اللي نستعمله هو ديدا كولو، هو الميور. هنايا درت بهذاك البانسو جاني صغير. شوفوا هنا الفرق بين ما يكونوا سامبل وبين ما يكونوا الملمع يبدل لهم كاع لا كولور تاعهم ويعطيهم شكل شباب.
هكا نكمل كاع الكميه اللي راهي عندي بهذا الشكل. شوفوا الفرق اللي يكون بيناتهم، وندير هنايا الحشو تاعي اللي كنت هنايا. ها هو راني نحضر فيه هذا البنات مونغوتي. انا ما صبتش ذوق الفراوله، الوغ اكتفيت بذوق الفاني. هنايا طلعت لا شانتي، طلعتها بالماء. هنا ما غاديش تفسد معايا الكاطو، ما غاديش يفسد على خاطرش مانيش مطلعتها بالحليب، طلعتها بالماء بارد. وهنايا هذا مونغوتي نطحنه، وغادي نزيد معاه بالطبع الكوكاو، ما نديرهش غير وحده. وهنا لا شانتي البنات راني دايره فيها ليكستري دو فريز، وها هو الكوكاو بقشوره راني طحنته، وزدت طحنت معاه ماما بيسكوي. ها هما درت خليط بيناتهم باش يعني الحشو يغرم لي بزاف ويجي بنين، مادام كي تخلطي في المكونات مادام الحشو تاعنا يجي بنين. نخلط مليح كاع، ومن بعد نقعد نلم فيهم بالشانتي اللي راني مطلعتها. وزدت درت هنايا هذا ديكو فخوي، زدت درت مغرف معاه باش يعطيه الذوق ويعطيه اون ميم طون لا كولور. ها هو ديكو فخوي سيبو. هنا دروك نلم مليح، نخلط نلمهم مليح كاع حتى نتحصل على عجينه ولا على عقده اللي نحشي بها، ولا هذوك القلوب الكريستال التاوعين. خلطت مليح مليح مليح.